في محاولة لإصلاح ما أتلفته الحرب، يقوم هذا المركز بمساندة الأطفال ومن أكلت الحرب أطرافهم لتجاوز محنتهم ومواجهة تحديات الحياة الهائلة. يبدو مشغولاً ومتناغماً مع هذه الساق الصناعية، وهو يهيئها لتحل محل ساق أخرى طبيعية في جسد طفل معاق. هذا بلال أوزوتوك من تركيا، خبير بصناعة الأطراف. بدأ عمله في المركز الذي تأسس حديثاً في مأرب لتأهيل جرحى ومعاق الحرب. أمام أوزوتوك مهمتان، الأولى صناعة الأطراف لعدد من المعاقين، والثانية تدريب كادر يمني يقوم بالعمل في المركز بعد مغادرته. يقول أوزوتوك: أتيت إلى اليمن كخبير في صناعة الأطراف مع منظمة أطباء عبر القارات فرع تركيا، وذلك لمساعدة اليمنيين الذين فقدوا أطرافهم في الحرب. اليمن بحاجة كبيرة لمركز الأطراف الصناعية. هذا ما يقوله هيثم سفيان، مدير ملف اليمن في منظمة أطباء عبر القارات. تدريب 6 من الكادر اليمني المحلي على تصنيع الأطراف الصناعية. المنتج بعد عام راح يكون الحصول على 6 شباب يمنيين، 5 شباب وفتاة قادرين على تصنيع الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى تصنيع 300 طرف صناعي إن شاء الله تعالى. 300 طرف صناعي هو مشروع المركز خلال عام واحد، وهو على أهميته يظل رقماً صغيراً أمام كارثة خلفتها الحرب. ففي اليمن وبحسب الصليب الأحمر الدولي، فإن 6,000 يمني فقدوا أطرافهم منذ بداية الحرب، معظمهم بسبب الألغام أو القنص. السلام. هذه هي التركة الثقيلة للحرب وخسائرها التي يحملها هؤلاء الأطفال مدى حياتهم، ويتعين على اليمنيين حملها لأجيال قادمة. المعاقون يواجهون صعوبات كبيرة في أداء وظائفهم البدنية، ويشكلون عبئا على أسرهم ومجتمعهم، وما يفاقم من مأساتهم هو شح الخدمات الطبية التي تحول إعاقتهم المتوسطة إلى إعاقات شديدة ودائمة. قد تنتهي الحرب، لكن أثارها ستظل عالما حزينا لأجيال قادمة.